ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبوظبي المالي منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 0.11% عند مستوى 9508 نقاط. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.16 مليار. من أصل 69 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة بينما انخفضت أسهم 33 شركة وبقي 23 شركة على الثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم صناعة أسمنت الفجيرة بنسبة 5.63% ليغلق عند 0.37 درهم، بينما ارتفع سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 5.57% عند 3.22 دراهم. كما أغلق سهم أم القوين للاستثمارات العامة مرتفعا بنسبة 4.35% عند 1.20 درهم. بينما انخفض سهم شركة الاتحاد للتأمين بنسبة 3.38% عند 0.60 درهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام على ارتفاع طفيف للغاية بلغ 0.1% عند مستوى 4169 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 635 مليون درهم. ومن أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 5 شركات بينما انخفضت أسهم 22 شركة وبقي 8 شركات على ثبات. ارتفع سهم شركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 14.40% عند 1.43 درهم. كما ارتفع سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.46% ليغلق عند 0.94 درهم. أيضا ارتفع سهم شركة الإمارات ريم للاستثمار بنسبة 3.15% عند 2.94 درهم. بينما أغلق سهم شركة تكافل الإمارات منخفضا بنسبة 9.97% عند 0.74 درهم. والتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية، أبدأ مع حضرتك دكتور محمد من بورصة أبو ظبي. ما تحليل حضرتك لأداء المؤشر ومساره المتوقع؟ طيب، احنا عاوزين نحط قاعدة أساسية أن كافة الأسواق المالية حاليا في العالم وفي الأسواق العربية تضع شعار اليوم التراقب والانتظار لقرارات الاحتياط الفيدرالي. تعال نحط حضرتك القاعدة دي ونبني عليها مجموعة من المعايير. صحيح، اتفضل. مبدئيا ان احنا لابد ان يعلم المشاهد ان في حدوث قرارات خاصة بالاحتياط الفيدرالي يحدث ما هو حادث في كل البورصات العربية وكل البورصات العالمية. بيحدث عملية تراقب، هيتخذ قرار بتخفيض، بزيادة، بتثبيت، وبالتالي بتتأثر القرارات الاستثمارية خاصة بالمستثمرين وبتضغط على الأسواق، وبتبدأ الأسواق كلها في حالة من حالات الترقب والانتظار وبتبدأ بتنخفض. ولكن احنا بصينا لسوق أبو ظبي النهاردة بالمناسبة، احنا لقيناه ان هو منخفض من جلسة 12-1 اللي هو سجل فيها 9844، وكان سوق غريب جدا في أخباره والأخبار الكثيرة جدا والأخبار المتلاحقة ومع نية الدولة والحكومة على عملية الطروحات الحكومية. وشفنا ان هو اعلن ان هو هيبدأ في عملية الطروحات، وانا كنت متوقع ان المؤشر هيتحرك من 9800 لغاية 10000، ولكن خالف التوقعات وهبط من يوم 12-1 وسجل في جلسة النهاردة 9508. بالمناسبة على الشرط كده المؤشر سوق ابو ظبي المفروض ان هو يرتد من نقطة 9483 يبدأ الارتداد. ولكن كان أكثر القطاعات اللي هي انخفضت النهاردة كمؤشر العقاري انخفض 1.3% بقيادة الدار العقارية 1.35%، وإشراك العقارية انخفضت 2.5%. مؤشر قطاع الطاقة كان انخفض بسيط بقيادة أدانوك للتوزيع اللي انخفضت 20%، وأدانوك للحفر 1.3%. مؤشر السلع الاستهلاكية لتاني جلسة على التوالي في حالة تماسك وارتفاع، بارتفاع حوالي 7% بقيادة مجموعة أغذية اللي ارتفعت برضك 7%. مؤشر القطاع المالي هو ده اللي كان مؤثر تأثير سلبي في سوق أبو ظبي خاصة مع انتظاره للقرارات وانخفض. يعني كان فيه تماسك نوعا ما، ولكن أنا بشبهه أنه هو انخفاض،
بقياده بنك ابو ظبي التجاري اللي انخفض 55% ومصرف ابو ظبي 88%، وكان اعلى انخفاض في المؤشر المالي كان بنك التجاري الدولي 1.18%، مع اكثر سهم تماسك النهارده في سوق ابو ظبي هو الوطنيه للسياحه والفنادق، اتمسك وارتفع حوالي 5.57%. نعم، ده بالنسبه لسوق ابو ظبي. ننتقل لسوق دبي، ما تحلي حضرتك ايضا للاداء؟ اداء سوق دبي وفقا للمؤشرات هو من يعتبر مرتفع، وحقق اكثر قفزه في سوق دبي عن البورصات العربيه كلها اللي هي الخليجيه بالمعنى الاصح بخلاف مصر طبعا، 2.7% مكاسب، حقق مكاسب منذ بدايه العام حوالي 24 مليار درهم خالف كل التوقعات. ولكن انا عاوز اقول لحضرتك النهارده ان سوق دبي على الرغم ان هو انخفض، ولكن كان في ملحوظه بسيطه جدا. ملحوظه كالاتي، ان هو كان يوم 13 السنه اللي فاتت حقق اعلى ارتفاع 4207، حضرتك يوم 25/1 بالظبط يعني قبل الجلسه دي بحوالي اربع جلسات حقق برضك 4207. هل هو المؤشر سوق دبي هيبدا ينخفض زي ما انخفض يوم 13 بعد ما ارتفع ل 4207 ولم يستطيع الارتفاع اعلاه، وحدث يوم 25/1 ان هو حقق 4207 ولم يحقق الارتفاع اعلاه وقصر، هل هيختبر 3729 كما حدث يوم 13؟ ده اللي هنشوفه في الجلسات القادمه. ولكن اللي احنا عاوزين نقوله ان القطاع المالي من الاساسيات لسوق دبي اللي هو انخفض حوالي 41% بقياده بنك دبي التجاري اللي انخفض النهارده 6% على الرغم ان هو من يومين اعلن عن توزيع ارباح نقديه تقدر بحوالي 44% من راس المال عن عام 2023، يعني اعلن عن نتائج اعمال قويه، وعلى الرغم من ذلك ان بنك دبي التجاري انخفض تاثر وانخفض 6%. صح. بنك الامارات دبي الوطني انخفض حوالي 2%، وبنك المشرق انخفض حوالي 3%. القطاع العقاري كان اقل انخفاضا من المؤشر المالي، انخفض حوالي 23% بقيادة ديار التطوير، انخفضت 1.1%، وإعمار العقارية كانت على ثبات على الرغم أن هي أعلنت برضك عن نتائج أعمال الربع الرابع اللي حققت فيه حوالي 2090 مليون درهم، أي بارتفاع يقدر بحوالي 179% عن الربع المماثل لسنة 2022. أخيرا مؤشر قطاع المرافق، ده للجلسة الرابعة على التوالي في حالة انخفاض بقيادة أو بتأثير سهم إمباور اللي انخفض النهاردة 2.7%. إذن لو بصينا للقطاعين أو المؤشرين أو السوقين هنقول إن أكثر القطاعات اللي هي تأثرت النهاردة وأثرت في سوق أبو ظبي وسوق دبي هو القطاع المالي. نعم، في ضوء أسعار النفط الحالية، هل تنصح بالاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية خاصة الإماراتية؟ أكيد طبعا يا فندم، لأني مع التوترات الجيوسياسية الحادثة في منطقة الشرق الأوسط زي ما احنا شفنا إن في توترات حادثة وتوترات متلاحقة، فأسعار النفط طبعا سوف تتأثر تأثر إيجابي في خلال الفترة القادمة. احنا شايفين ان هو بتتذبذب، وانا عاوز اقول لحضرتك ان مخزون الخام الامريكي كل يوم بيعلن عن انخفاض في مخزون الخام الامريكي، وبعد كده يبدأ في عملية المراوغة للأسواق ويبدأ يتحدث ان في ارتفاع في مخزون الخام. انا اعتقد ان كل ده بتحاول امريكا ان تغلط العالم كله بمجموعه من الاخبار المتلاحقه والمتتاليه واللي هي فيها تذبذب بالمعنى الاصح عشان تاثر في اسعار النفط. ولكن الدول الخليجيه برضك واخده قرار في عمليه خفض الانتاج مع ساعدتها على ذلك مع التوترات الجيوسياسيه اللي بتحدث في محيط البحر الاحمر، وبالتالي كل ده بيؤثر في اسعار النفط الفترة القادمة. إذا أسعار النفط على الأساس هي في الارتفاع، حتى لو حدث تذبذب فيها أو قرارات خاصة بالمخزون الخام الأمريكي، ولكن على المدى القصير والطويل هي في ارتفاع. إذا الشركات اللي بتنعكس على الأسواق الخليجية دي في ارتفاع. إذا السوق الخليجي مهما حدث من تذبذب ولكن هو ينصح به للعالم وكذلك للمستثمر الاجنبي. واشير لحضرتك لحاجه ثانيه، لو رجعنا لسوق دبي ان كانت من اعلى الارتفاعات في سوق دبي نظرا لسببين.
نتائج اعمال الشركات اللي انا اشرت حضرتك عليها زي اعمار العقاريه وبنك دبي التجاري، والحاجه الثانيه اللي انا برضك بشير اليها شراء الاجانب. شراء الاجانب في الاسواق الاماراتيه كبير جدا خلال الفتره السابقه من بدايه عام 2024، وده يرجع لذلك ان هم عندهم توقع بارتفاع اسعار النفط خلال 2024.